أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذا العدد الجديد من برنامجكم صدى الأقلام، ونرصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام العراقية والعربية والدولية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. نقرأ في الزمان: تبادل تحذيرات بين واشنطن وطهران، وترامب يلوح بدفع الثمن الباهظ. في العرب اللندنية: طهران تحذر واشنطن من وضع كارثي بعد نشر صواريخ باتريوت في العراق. في الشرق الأوسط: مسؤول أمريكي معلومات عن هجوم إيراني محتمل في العراق. في المدى: إيران توفد خليفة سليماني لتشكيل تكتل شيعي رافض للزورفي. في الخليج: وفيات كورونا في أمريكا تتجاوز 4000 والإصابات 188,000. في إندبندنت عربية: كورونا يتجه نحو المليون إصابة، ووفيات إيطاليا تفوق 13,000. وفي القدس العربي: رايتس ووتش تحذر كورونا يهدد معسكرات لجوء مسلمي أراكان. نذهب إلى أول المقالات معنا، وهو مقال لأحد الكتاب منشور في صحيفة العربي الجديد، وسلطت هذه الصحيفة طبعا الضوء على زيارة وفد يضم قيادات بارزة في فيلق القدس الإيراني إلى بغداد، على الرغم من محاولة قوى سياسية عراقية عدة التكتم على الزيارة. الصحيفة أضافت أن نتائج هذه الزيارة بدت واضحة من خلال التبدلات السريعة التي برزت، تحديدا بما يتعلق بأزمة تشكيل الحكومة الجديدة، مشيرة إلى أن ضغوط إيران بدأت بتضييق فرص عدنان الزرفي لتشكيل الحكومة الجديدة. المزيد في سياق المادة الصوتية الآتية. الصحيفة قالت إن مصادر سياسية في بغداد، من بينها قيادي بارز في تحالف الفتح، كشفت عما وصفته بتلاشي حظوظ عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة بعد الاتفاق على معادلة الأغلبية الشيعية للتوافق الشيعي المعمول به سابقا في مسألة اختيار رئيس الحكومة. وترفض قوى محسوبة عادة على إيران لتشكيل عدنان الزرفي الحكومة، وأبرزها تحالف الفتح بزعامة هادي العامري وائتلاف دولة القانون بقيادة نور المالكي، إضافة إلى فصائل مسلحة دخلت على خط الأزمة السياسية أخيرة مثل كتائب حزب الله والنجباء. في المقابل، يحظى الزرفي بتأييد كتلة سائرون بقيادة مقتدى الصدر وكتلة النصر بزعامة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، في ظل حياد كتلة تيار الحكمة بقيادة عمار الحكيم. ولفتت الصحيفة إلى أن الوفد الإيراني يضم قائد فيلق القدس في الحرس الثوري إسماعيل قاآني، ويجري حوارات واجتماعات منذ يومين مع القيادات السياسية الشيعية المختلفة تتمحور حول شخصية جديدة لرئيس الحكومة. فهناك رفض للزرفي باعتباره خياراً أمريكياً. وأضافت الصحيفة أن من هذه الأسماء وزير الداخلية السابق قاسم الأعرجي، ووزير الرياضة والشباب السابق عبد الحسين عطان، والنائب السابق عزت الشابندر. الصحيفة نقلت كذلك عن قيادي في تحالف الفتح قوله إن هناك تحفظات على الكثير من الأسماء الجديدة المطروحة من كتل دون أخرى، ولهذا السبب رفع شعار الأغلبية الشيعية وليس مشروع رئيس وزراء توافقي. الآن إلى مقال آخر. رغم فيروس كورونا الذي لا يزال العراقيون يتظاهرون في بغداد، يقيمون في الخيام التي نصبوها. صحيح أن العدد تضاءل، لكنهم بعزيمتهم مصرون على تلبية مطالبهم. ولم يستطع رجال مقتدى الصدر الزعيم الديني المتقلب الولاءات إخراجهم منها. هدى الحسيني تقول في صحيفة الشرق الأوسط إن العراق يمر في منعطف حرج، وقد أثبتت النخب الشيعية والسنية والكردية عدم قدرتها على تثبيت الاستقرار بسبب تعثرها بالفساد والمذهبية والنفوذ الخارجي. ما
نتيجة لذلك انتصرت ثورة أكتوبر تشرين الأول وسيطرت على شوارع المدن الكبرى بما فيها بغداد والبصرة وكربلاء والنجف للاحتجاج على الفساد والأزمة الاقتصادية وفشل الخدمات الاجتماعية والتأثير الإيراني المنتشر والمسيطر على شؤون العراق. يطالب الشباب العراقيون بالاستبدال الكامل للطبقة السياسية وبحكومة لا تمثل فقط الانقسامات العراقية بل بحكومة مسؤولة أمام الشعب نفسه. وهكذا أجبر رئيس الوزراء العراقي السابق عادل عبد المهدي على الاستقالة في كانون الأول الماضي، إنما بعدما دفعوا ثمنا هائلا 600 قتيل وإصابة عشرات الآلاف في اشتباكات مع قوات أمن الدولة وجماعات الميليشيا الشيعية، حتى مع مرشح آخر. فإن الحقائق السياسية في العراق تجعل التغيير الحقيقي غير ممكن على الأقل في المستقبل القريب إلا إذا نجح الضغط من الأسفل بزعزعة وتهديم البنى التحتية للتجارة العرقية والطائفية التي حددت السياسة العراقية منذ عام 2003. لا استقرار في العراق ما دام النظام الحالي قائما. لا يزال المتظاهرون العراقيون يسعون إلى نظام جديد. لقد أثبتوا أنهم على استعداد لتحدي أشهر من العنف الرسمي الذي لجأت إليه الدولة سعيا للتغيير. بالنسبة إليهم لا يمثل محمد علاوي ما يريدونه، وقد ينسحب الأمر على عدنان الزرفي. هدى الحسيني تقول أيضا أنه مثلما لم يوقف فيروس كورونا الدولة عن حماية فسادها والفاسدين، وكما لم يمنع أدوات إيران من محاولة إعادة العجلات إلى الوراء، فإن هذا الفيروس القاتل قد يحيي ويعجل بطلبات لا العراقيين فقط بل أكثر الشعوب قهرا في دول الشرق الأوسط الكبير. إلى مقال جديد. كثير من المشككين بأصالة العراقيين يعتقدون بأنهم في قبولهم بجوقة السياسيين الممثلين للأغراب وانتخابهم لهم حتى ولو بنسبة ضئيلة، فإنما يعبرون عن عقدة مركبة تحكمت بقضية الولاء للحاكم والمظاهر الدراماتيكية في تعاملهم معه منذ تأسيس الدولة العراقية. مجد أسلم الرأي يرد في مقاله بصحيفة العرب اللندنية على هؤلاء المشككين، دعونا نتابع. هذه الدعاوى المشككة بتجانس العراقيين وقدرتهم على تحقيق الاستقلال والسيادة تعمدت تجاهل حقائق التاريخ الحديث للعراقيين في رفضهم للاحتلالين الإنجليزي والأمريكي في مثال ثورة العشرين التي شوهت عراقيتها بالهوية الطائفية، حيث يعتبرها رواد التفكيك الاجتماعي اليوم أنها ثورة شيعية، في حين أكدت الوقائع أنها ثورة العشائر العربية والكردية. ومثال ذلك قتل القائد الإنجليزي جيرارد ليتشمان من قبل الشيخ ضاري بن محمود قرب الفلوجة، وكذلك مثال المقاومة العراقية ضد الاحتلال الأمريكي التي صادرتها بعض القيادات الشيعية لنفسها. تاريخيا لم تميز الدولة العراقية في قياداتها بين شيعي وسني وعربي أو كردي، فقد ظلت ماكينة الدولة وخلاياها الحية تنتج قادة ومسؤولين لمعت أسماءهم في تاريخ الحكم العراقي حتى عام 2003 تحت عنوان الكفاءة وليس الدين أو المذهب أو القومية. كان انهيار الدولة بعد الاحتلال الأمريكي صعقة مدوية، وقد صدق العراقيون في الأيام الأولى شعارات الأمريكان ومروجيها من الزعماء الشيعة بادعاءات كاذبة بأن الحكم الجديد سينهي الحكم الاستبدادي بديمقراطية تشيع الرفاه بين العراقيين، لكن مسيرة 17 عاما كشفت حقيقة عدم السماح ببناء دولة عراقية جديدة ومحو جميع مرتكزاتها ببديل لا دولة عبر تحالف القيادات الحزبية للإسلام السياسي الشيعي والميليشيات. ويرى ماجد السامرائي أيضا أنه رغم الصورة المتشائمة لحالة العراق تحت الوصاية الإيرانية، فإن ما يهم العراقيين هو تصفية النفوذ الإيراني ودعم انتفاضة تشرين، فهم يستحقون دولة مدنية تعيد استقلالهم المنتهك من قبل الحرس الثوري الإيراني ونظامه الفوضوي. تناولت صحيفة الاندبندنت البريطانية تفشي وباء كورونا في دول الشرق الأوسط المنكوبة بالصراعات العسكرية، وألقت الصحيفة في تقرير لمراسلتها بيلترو ألقت الضوء على قدرة الأنظمة الصحية في الدول العربية التي تمزقها الحروب على مكافحته،
ورسمت المراسلة صورة مخيفة عن التأثير السلبي لسنوات الحروب على جهود وقف انتشار فيروس كورونا. يتحدث الخبراء والقادة في أوروبا والعالم عن ضرورة اتباع النصائح الطبية للحد من انتشار الفيروس، غير أن اتباع هذه النصائح غير ممكن في الدول المنكوبة بالحرب مثل سوريا واليمن وليبيا. فمن المستحيل بالنسبة للأشخاص الذين يعيشون الآن في المخيمات للنزوح المزدحمة أو مساكن مؤقتة اتباع تدابير وقائية مثل غسل اليدين والتباعد الاجتماعي والإغلاق. في سوريا قال أطباء إن هناك الكثير من المرضى بكوفيد-19 الذين لم يتم الإبلاغ عنهم. وينقل التقرير عن منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان قولها إن 300 مستشفى تعرضت لهجمات معظمها من قبل الحكومة السورية وحليفتها روسيا وإيران. الوضع في ليبيا التي توجد فيها حكومتان ووزارتان للصحة يبدو بالغ الصعوبة، فالسلطات تسعى جاهدة لاستيراد الإمدادات الطبية إلى طرابلس التي مزقتها المعارك، لكنها تفتقر إلى وسائل إجراءات الاختبارات للكشف عن كورونا. أما في اليمن فالوضع غامض بسبب انقطاع البلاد عن العالم بفعل الحرب، غير أن أطباء وجمعيات خيرية طبية عبروا للمراسلة عن مخاوفهم من أنها مسألة وقت فقط، حيث لا تملك البلاد القدرة على التعامل مع الوباء. في إندبندنت البريطانية حذرت بيل ترو في ختام تقريرها من أنه إذا كان مرض كوفيد-19 القاتل الناتج عن فيروس كورونا المستجد قد شل الأنظمة الصحية في أوروبا، فإن على دول الشرق الأوسط التي دمرتها الحروب بالفعل أن تعد نفسها لكارثة بسبب الوباء. نشرت مجلة فورين بوليسي الأمريكية تقريراً لريبيركا كولارد قالت فيه إن حزب الله اللبناني يحضر للحرب القادمة ولكن ضد فيروس كورونا، وأشارت فيه للحملة الإعلامية التي يقوم بها حزب الله لإظهار جهوده لكفاح فيروس كورونا المستجد. وترى الكاتبة أن حزب الله يتنافس على استغلال الحرب على كورونا وتسويقها على أنها مقاومة. يوم الثلاثاء الماضي ازدحم عدد من الصحفيين في قافلة رتبها حزب الله ونقلوا لمشاهدة الجبهة الجديدة للحزب، وهي قتال فيروس كورونا. ووجد الصحفيون أمامهم عددا من مرضى الإسعاف الذين وقفوا بهدوء أمام 70 سيارة إسعاف. قال الحزب إنه جهزها لمواجهة الوباء، وقامت شاحنات ورجال مشاة من الهيئة الصحية الإسلامية برش المطهرات التي ملأت هواء مخيم برج البراجنة برائحة الكلور. وفي الأوقات العادية يعتمد الكثير من اللبنانيين على الخدمات الصحية التي تقدمها الأحزاب السياسية وليس الحكومة، وأدى انهيار الوضع الاقتصادي لإضعاف الخدمات من الحكومة والأحزاب معا. بل ودعت الحكومة اللبنانيين في المهجر للتبرع وتوفير العملة الصعبة. ووجد حزب الله والأحزاب الأخرى فرصة لملء الفراغ الذي شغر بغياب الدولة. ويقول حسين فضل الله ممثل حزب الله عن منطقة بيروت: لقد ضحينا بدمائنا في المقاومة ولن نستسلم أمام الوباء. وكان فضل الله يتحدث عن الخطوات التي اتخذها الحزب لمواجهة الفيروس. وفي الوقت الذي ملأت فيه الأحزاب اللبنانية الفراغ الذي تركته الحكومة الضعيفة، فإن أزمة فيروس كورونا ليست استثناء، وأرسل معظمها شاحنات تحمل أعلامه ومحملة بالمطهرات. الصحيفة تضيف أيضاً أنه مع أن التظاهرات التي شهدها لبنان قد أثارت شكوكاً حول نظام الأحزاب والطائفية في لبنان، إلا أن انتشار وباء كورونا جاء في وقته لكي تؤكد الأحزاب التقليدية دورها من جديد، ومنحها الفرصة لإعادة بناء قاعدة الدعم والشرعية التي شككت فيها حركة الاحتجاج. العالم في هوس غير مسبوق يقتنفه ذعر مما هو ماثل أمامه، وخوف من ألا يصل إلى ما يريده بسرعة، والكل في انتظار نهاية الرواية وترقبها، والخشية من أن تمتد فصولا. عبد اللطيف السعدون يقول في صحيفة العربي الجديد إن السؤال المرتسم على الشفاه هو ماذا سيحدث في اليوم التالي، والسؤال الأكثر إلحاحا متى يبدأ اليوم التالي.
قريبا من السؤالين ما تنفك أسئلة أخرى تتراكم في الرؤوس عن احتمالات التغيير في العالم بعد انكشاف ضعفه وهشاشته وعجز النظام الدولي الماثل عن إدارة أزماته وفقدانه قيادة ديناميكية تستقرئ ما يدور من حولها، بحيث انعكس ذلك على المستوى الفردي ولم يعد أمام الإنسان الذي يوشك أن يهزمه كائن غير منظور سوى طلب الأمان والبحث عن السلامة الشخصية، وقد فقد ثقته بدولته وما أفرزته من مؤسسات واستراتيجيات وصيغ. بين هذا الرصد نلمح اكتشاف الباحث والفيلسوف الفرنسي إدغار موران هشاشة العولمة وفشلها في إيجاد تضامن حقيقي بين الأمم، وتوقعه ظهور أشكال جديدة من التضامن الدولي العفوي بعد انزياح الأزمة عبر تحقيق اكتفاء ذاتي في الحاجات الغذائية والصحية على المستوى الوطني وتعاضد منفتح على مصير مشترك لكل الناس الذين يعيشون فوق هذه الأرض. من ناحية أخرى، يتوقع ستيفن والت من جامعة هارفارد تقوية مركزية الدولة الوطنية وتصاعد المشاعر القومية من جديد وانتقال مركز القوة إلى الدول التي سجلت نجاحات في مواجهة كورونا مثل الصين وكوريا الجنوبية. عبد اللطيف السعدون يرى كذلك أن عالمنا العربي الذي يعيش اليوم أزمات متداخلة سوف يكون أكثر ضعفاً وتردياً وانكشافاً، وقد تتوالى الانهيارات فيه إلى درجة فقدانه كل العناصر التي كان يمكن أن تشكل قوته وتضمن فاعليته في عالم متغير. لو كان حكامه قد رسموا له طريقاً آمناً وعملوا على إدارته بحكمة ومسؤولية واقتدار، لكن لو لن تنفع بعد أن بلغ السيل الزبا. انتهت زاوية المقالات وإلى هذا الخبر الذي اخترناه لكم، حيث أطلقت سيدة مكسيكية مصابة بفيروس كورونا اسمي فيروس وكورونا على ابنيها التوأم بحسب ما ذكرته صحيفة الزمان. وقررت ناماريا خوسيه ذات 34 عاماً أن تسمي طفليها التوأم باسمي فيروس وكورونا لتخلد ذكرى إصابتها بالفيروس. وأكدت تقارير صحفية مكسيكية أن الطفلين في حالة صحية جيدة رغم إصابة الأم بفيروس كورونا. وقالت الأم إنها لم تكن قد استقرت على اسمي طفليها عندما اقترح عليها أحد الأطباء بالمستشفى تسمية الطفلين بفيروس وكورونا، فحظيت الفكرة بإعجابها، مشيرة إلى أن هذه الفكرة جديدة ومواكبة للأحداث. أما الطبيب صاحب الفكرة فأكد أنه كان يمزح حين اقترح الفكرة، لكن الأم فاجأته بأنها أخذت الأمر على محمل الجد وأسمتهما بالفعل فيروس وكورونا. حفظ الله عليكم نعمة عقولكم. الآن إلى الكاريكاتير. مشاهدينا وصلنا إلى ختام صدى الأقلام، دمتم دائما في رعاية الله، إلى اللقاء.